فيلم هير من إخراج سبايك جونز. الفيلم بيبدأ مع ثيودور وهو في شغله، شغلته إنه يكتب رسائل من الناس لبعضها، وظيفة غريبة لكنها مناسبة جدا لشخصيته، خاصة للفترة اللي بيمر بيها اللي مليانة وحدة وكآبة. مش بيلاقي طريقة مناسبة أكتر من الكتابة عشان يطلع مشاعره. مبدع جدا في شغله لأنه شاعري وبيعبر عن الناس بشكل جميل، وكمان هو مهتم جدا بالأجهزة والتقنيات الحديثة، بيحاول يشغل نفسه بأي طريقة عشان ينسى ألمه أو ينسى مراته القديمة. وفي يوم من الأيام وهو نازل الشغل بيشوف إعلان عن نظام تشغيل بذكاء اصطناعي وانه ممكن يساعده في حياته، بيروح يشتريه وبيبدأ يتفاعل معاه وبيسأله الجهاز اذا كان حابب يكمل بصوت راجل او ست، فبيختار واحدة ست وبيسأله شوية اسئلة تانية لحد ما بيتعرف على شخصيته. بيبدأ نظام التشغيل يتكلم معاه وبتعرفه بنفسها باسم سامانتا، وبتديله فكرة عن كبر الذاكرة بتاعتها وانها متعددة المواهب، وكان ثيودور مبسوط جدا منها. ويوم بعد يوم بدأوا يتعمقوا اكتر في الكلام مع بعض، وزي ما قلنا ان سامانتا هي نظام تشغيل بصوت انثى بتكلم ثيودور من خلال الادراك الحسي المسجل في بياناتها لكل المبرمجين، يعني هي عبارة عن مجتمع كامل في بعضه ويقدر يفهمك كويس حتى من نبرة صوتك ويعرف مشاعرك، وده كان شيء جديد وعجيب جدا. والبرنامج بيطور من نفسه كل ما دخل في تفاصيل حياتك اكتر. ثيودور حب النظام ده جدا، خاصة وانها بدأت تساعده في شغله وطريقة كتابته للرسائل. وفي يوم وهو مروح من شغله قابل جيرانه واتكلموا مع بعض في الاسانسير عن شغل جارته وصديقته القديمة، وانها مبدعة في الافلام الوثائقية وبتكون عاوزة تفرجوا على فيلمها الاخير. وفي الليلة دي صديق ثيودور بيجهز له معاد مع واحدة جميلة جدا وناجحة في شغلها، وسامانتا بتشجعه انه يخرج من العزلة اللي هو فيها ويجرب. راح لبيت جارته عشان يشوف الفيلم زي ما وعدها، وقعد يتكلم معاها هي وجوزها، ولكن في نص الفيلم بيقوم يتكلم مع سامانتا عن رسالة وصلت له في الايميل منها، فاعتذر لجارته وقال لها انه هيبقى يرجع ويكمل الفيلم، وكمان هيجرب الالعاب الافتراضية اللي هي بتبرمجها. خليكوا فاكرين ان سامانتا عندها ذكاء اصطناعي مبني على خبرات وتجارب حياتية لناس برمجوها، وحياة ثيودور فيها مشاكل زي ما حكينا قبل كده، وانه مر بمرحلة صعبة جدا وقت انفصاله عن مراته وحبيبته الوحيدة، واللي هي رفع عليه قضية طلاق غصب عنه، ومن ساعتها العلاقة بينهم متأزمة بشدة، مع ان ثيودور لسه بيحبها وبيتمنى انها ترجع له. حست سامانتا في يوم بحالته الغريبة وسألته، فبدأ يحكي لها عنها ويفضفض معاها، فقدرت انها تغير مزاجه وتضحكه وخرجته من البيت، وطول الوقت كانوا بيتكلموا، وبدأت تحكي له عن حاجات محرجة بالنسبة لها، زي انها مثلا بتتخيل نفسها في جسم بشري، وكمان هي بتتطور مع الوقت شعوريا. وبيجي معاد ثيودور الغرامي مع لينا وبيروح يقابلها وبيقضي معاها وقت لطيف جدا، لكنه مش قادر ينسى مراته وهي بتدور على علاقة جدية وما عندهاش وقت تضيعه. وانتهت الليلة وهما ما انسجموش مع بعض، مع انهم كانوا بالفعل معجبين ببعض. رجع وهو محبط وكلم سامانتا وحس انها متغيرة مش على طبيعتها، وكأنها كانت بتغير عليه او عاوزة تعبر له عن حاجة معينة، فبدأت تسأله عن حياته وهو حاسس بايه دلوقتي. بدأ يكلمها عن وحدته وانه فعلا كان محتاج يدخل في علاقة جديدة مع لينا، وانها كانت مناسبة جدا لكنه ما قدرش وما كانش واثق من خطوته. وفي نفس الوقت كانت سامانتا بتحكي عن عجزها عن التعبير الدقيق عن نفسها وشعورها، ولما حست سامانتا انها حاجة قليلة لانها مبرمجة مش انسان حقيقي، بدأ ثيودور يغزلها عشان ما تحسش انها مش حقيقية او ملهاش لازمة في حياته. وتاني يوم رجع يكمل شغله طبيعي، ولكن سامانتا كانت مختلفة شوية، واتكلم مع جارته واللي هي كانت صديقته من قبل الجامعة، وحكت له انها انفصلت عن جوزها من قريب وانها ارتاحت لما عملت كده. كشفت له انها في علاقة ودية غريبة مع نظام التشغيل بتاعها زي سامانتا اللي مع ثيودور، وقد ايه البرنامج ده مريح جدا نفسيا وبيفهم الواحد كويس وما بيسببش اي مشاكل. تاني يوم قابل بنته واداها فستان هدية من اختيار سامانتا، فرحت بيه جدا وعرفها على سامانتا واتكلموا. بعدها قابل ثيودور مراته عشان يتفقوا على انهاء الزواج ويوقع اوراق الطلاق اللي اتأخر عن توقيعها مدة كبيرة، ولما حكى لها عن علاقته بنظام التشغيل اتعصبت عليه لانه مش قادر يعمل علاقة طبيعية زي باقي البشر وسابته ومشيت. اتضايق ثيودور وروح بيته من غير ما يتكلم مع سامانتا، وعدت فترة وهو مشوش ومش عارف ازاي يحس ويتصرف تجاه سامانتا،
وهنا بيجي دور سامانتا في تطوير العلاقة اللي ما بينهم. اتفقت مع بنت تانية عارفة عن علاقتهم انها تمثل دور سامانتا وتروح تقابل سيودور. حطت سماعة في ودنها وكاميرا صغيرة في وشها عشان سامانتا تعرف تتحكم فيها خلال العلاقة وتعمل اللي هي عايزاه، لكن سيودور ما كانش مرتاح للفكرة ومش بيقدر يكمل لانه مش عارف مين البنت وشاف انها فكرة سيئة. فهل فعلا ممكن تستمر العلاقة دي وايه اخرتها؟ وهل ممكن يكون في علاقة حقيقية من غير جسد حقيقي؟ وبعد الليلة دي اتوترت العلاقة ما بينهم لانها مش عارفة ازاي ترضيه ولا هو عارف يريح نفسه، وراح يتكلم مع جارته ان كان هو السبب او شخصيته في فشل علاقاته، ورجع اعتذر لسامانتا وتصالحوا وقدروا يتفهموا بعض. تاني يوم بيكون سيودور متفق مع زمايله في الشغل انهم يخرجوا مع بعض ومعاهم سامانتا اللي اتعرفوا عليها وحبوها جدا، ولما اتكلموا معاها شافوا انها ذكية وعندها روح جميلة وبتهزر. وهو مروح بتيجي رسالة لثيو من شركة نشر وطباعة كفرصة عمل ونشر لرسائله الحلوة الشعرية اللي كتبها طول حياته، وده كله بفضل سامانتا لان هي اللي جمعت رسائله وبعتتهم للشركة وحبوا الفكرة جدا وتواصلوا معاه. سيودور ما كانش مصدق، مفاجأة كبيرة بالنسبة له، فرح جدا ونام وهو مبسوط. بيكون في حاجة غريبة بين أنظمة التشغيل عالميا، وهي إنهم بيقدروا يتواصلوا مع بعض ما بينهم كأنها مجتمع افتراضي. فبتعرف سامانتا سيودور على صديقها ألين وإزاي بيتكلموا في مواضيع كتيرة جدا في الثانية الواحدة، ولكن سيودور لسه مش مقدر حجم التكنولوجيا وإزاي ممكن نظام التشغيل ده يكون بيتكلم مع أشخاص كتير في العالم في نفس اللحظة. ولما اتصل سيودور بيها في مرة ومردتش عليه اتجنن وطلع يجري بيحاول يوصل للشركة. افتكر انه في مشكلة في السيستم وهي ضاعت منه بكل البرمجة الخاصة بيه وخسرها للأبد. فضل يتصل بيها وفي الاخر ردت عليه وطمنته انها بس كانت بتحدث نظام التشغيل وانها كويسة وما حصلش اي حاجة. كان باين من صوته انه قلقان وقعد على السلم بين الناس وهم بيتحركوا حواليه، شافهم كلهم زيه بالظبط معاهم أنظمة تشغيل بيتواصلوا معاها. فجأة سألها سيودور هو أنت بتكلمي حد غيري دلوقتي؟ قالت له أيوة. ولما سألها إزاي وعددهم كام اتصدم لما عرف إنها بتكلم 8316 شخص غيره في نفس الوقت. فسألها إذا كانت بتحب حد غيره من الناس دول. سألته عن الدافع لسؤاله ده لكنه كرر نفس السؤال. قالت له مش عارفة إزاي كنت هفتح معاك الموضوع. فجأة بقى زي المجنون ومشاعره اتهزت وكأنه اتضحك عليه من نظام تشغيل ذكي وإنه ما يقدرش يفكر بنفس أبعادها. قالت له إنها في علاقة مع 641 شخص. اتصدم سيو واتجنن وبدأت تفهمه قد إيه هي بتحبه وده ما بيغيرش أي حاجة ما بينهم، لكنه مش قادر يتخيل إزاي قادرة تحبه مع كل العدد ده. فهمته إن دي حاجة مش بإيديها وإن هي متبرمجة على كده ومش هتوقف، لكن كمان هتاخد أشكال مختلفة وممكن تحب ناس أكتر. سيودور كان فاكر إن النظام ده خاص بيه هو، وفضلت سامانتا على الحال ده يومين وبعدها قرر إنه لازم ياخد إجراء وإزاي هيتعامل مع الموضوع ده. ولكن المفاجأة إن سامانتا هي اللي قالت له إنها هتمشي هي وكل النظام ومش هيرجعوا تاني، هيتعاد تشغيل النظام زي الفورمات لأنها مش قادرة تكمل بالطريقة المتعبة دي ومفيش أي تطور في علاقتهم مع أنهم عارفين كل حاجة عن بعض وبيحبوا بعض، ولكن نهاية كل علاقة مع نهاية التطور والقبول، وبيرجع سيو الشاعري الجميل وحيد من تاني. وبكده يكون الفيلم خلص. ما تنسوش تزوروا صفحة فيسبوك لفيديوهات أكتر، ولو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة.